شلونك حبيبي؟ حبيبي احكي لي الاسعار وضع السوق هنا بالحريه. والله هو بارتفاع سعر الدولار بعد خربت الاسعار كلها. خربت الاسعار، هسه احنا نعوف الاسعار ونطلع من الاسعار واسعار السوق ندري بيها. نريد نشوف موضوع الانتخابات. انت كشاب شنو اللي شفته من الانتخابات السابقه ورايك بالانتخابات الحاليه؟ راح تنتخب ولا لا؟ نفس الشيء ونفس الوجوه ونفس الهاي، يعني نتعب نفسنا احنا من نروح نطلع وننتخب ونفس يعني ندوخ نفسنا. شلون نفس الشيء؟ نفس الوجوه نفس هذا. يعني السابقه راح ترجع برايك بهذا نفس نفس هذا؟ اذا هذا المنصب راح يصير بذاك المنصب هاي ضالين يضحكون على الشعب العراقي. زين واحنا مصدقين. زين مصدقين المواطن اليوم هو عنده وعي بخصوص الانتخابات؟ يعني يختار ممكن شخصيه مستقله؟ يختار الشخصيه بس هي تزوير. يختار الشخصيه، اختارين الشخصيه بس هم تزوير احنا. يعني برايك راح يحصل تزوير؟ يصير 100%. ماكو انتخابات ما بيها تزوير. زين احنا بالعراق ماكو انتخابات. زميلك هنا قال احنا الحريه نحتاج بلديه، نحتاج مستشفى. والله مستشفى محتاجينكم وخدمات، بس شو اسوي؟ شنو اللي محتاج يحكي لي نوصل رسالتك من برنامج هاي الشوارع، هاي التبليطات، هاي هاي. نعم. يعني هو سووا هاي الحمله مال الانتخابات، بلطوا هاي الشوارع، هاي المدرسه. المدرسة نعم صار لي يمكن 4 سنوات مفلشيها، يعني كل الخدمات ما يمشيها. يريد يبنوها لو هي فلشوها؟ فلشوها، يريدوا يبنوها عافوها. راح عافوها، صارت مكب مال النفايات. نعم. مدرسة مدرسة المي ماكو، هاي افتح البور مي ماكو، كهرباء ماكو. يعني انت ليش نروح ننتخب على شنو؟ حتى حرام عين. زين هاي اللي احنا على بال انتخابات وبعض المرشحين دي يزورون المناطق اللي بلط له شارع يزور 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 يسوي له شغله بسيطه ويروح يضحك على الشعب. لا يسوي له شغله بسيطه وانا راح اسوي، انا راح اسوي ويوعد وهاي كله كذب. رايك بالمرشحين اللي يزورون المناطق الفقيره ويقدمون لهم اشياء بسيطه؟ والله كله كذب كذب، كله كذب كذب. هاي ظالين يضحكون عينه واحنا نصدق. زين والى متى يعني انت كمواطن هاي. الى متى تشوف الشعب هذا؟ هذا مكتوب علينا؟ مكتوب علينا الضيم. زين حضرتك طالب خريج مدارس؟ والله طالب ومن ورا يعني الشغل، يعني لازم اعين عائلتي.